رمضان أهلا مرحبا رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج حديث الصيام. ضيف حلقتنا النهاردة دكتور إبراهيم البلاط من علماء الأزهر الشريف. دكتور إبراهيم برحب بحضرتك. الله يكرمك أستاذ محمود وآلية العمل هنا في البرنامج، يعني وربنا يجعله ميزان حسناتكم إن شاء الله ويجعله خالصا لوجه الكريم. آمين يا رب. آمين يا رب. موضوع حلقتنا النهاردة نزول دم الحيض قبل أذان المغرب بفترة قصيرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، صدق الله العظيم. فشهر مقدس زي المكان المقدس، في زمن مقدس وفي مكان مقدس، إنك بالوادي المقدس طوى، المكان اللي ربنا كلم إيه عليه طبعا سيدنا موسى، سيدنا موسى. فمكان مقدس زي مكة المكرمة وزي المدينة، أماكن مقدسة صح. يجب أن نحترم ونقدس ونقدر هذه هذه الأماكن وهذه الأزمنة. فشهر رمضان من الأزمنة المقدسة، وفيه فريضة، الفريضة الرابعة من من أعمدة وأركان هذا الدين الحديث. كما لا يجوز للمرأة أن تدخل المسجد وهي في حالة الحيض، ولا يجوز لها لمس المصحف صح، ولا يجوز لها أن تصلي، ولا يجوز لها الطواف بالبيت العتيق، وخبر حضرتك. فلما ولدت السيدة أسماء بنت عميس وكانت في حجة الوداع وولدت، وطبعا قبل ميقات اللي هو بيسميه ميقات قرن المنازل، اللي هو طبعا فنزول حليفة اللي هو النهاردة بيسموه أبيار علي في المدينة. فالنبي قال لا، افعلي كل ما يفعل الحاج غير أنك لا تطوف تطوفين بالبيت حتى تطهري، يعني كل حاجة ما عدا لأن الطواف كده. فكذلك الصيام مقدس، لا يجب أن تكمل المرأة أو البنت الصيام حتى المغرب، إذا كان قبل المغرب ربع ساعة أو نصف ساعة كده يجب عليها احتراما وتقديسا وتقديرا لا تستكمل الصيام، لا تكمل الصيام. لكن عليها أن أن تتوارى، دي مهمة جدا لأن الطفل الصغير والغلمان لا يعرفون هذا الحكم، فيقول إزاي أن أمي فطرت وإزاي أن أختي فطرت الكبيرة وإزاي ستي فطرة وإزاي خالتي فطرة وكده. فهنا يجب المدرسة مثلا في المدرسة إذا جالها هذا الأمر أو كده لا تشرب ولا تأكل أمام الأطفال. كذلك برضو المربية، كذلك الأم تتوارى، يعني ايه تستتر، واخد بال حضرتك. فيجب عليها، لا يجوز لها اتمام الصيام او تكمل حتى المغرب احتراما وتقديرا. طب اذا هي فضلت ما كلتش او شربت او جرحت صيامها فطرت يعني تأسم على ذلك، لازم تفطر اول. وستنا عائشة رضي الله عنها وارضاها تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة، يعني الايام اللي الست فيها عذر الحيض هنا ما تصليش ولا تقضي الصيام بعد ان تطهر، لكن في الصيام، لان الصيام شهر واحد في السنه طبعا، واخد بال حضرتك. وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم بين في احاديث كثيره، لا يسعنا الوقت، فوالله اعلم وادرى. الله يفتح على حضرتك رب. بس احنا عاوزين بس نضيف حته صغيره جدا. ايه هي بقى؟ اذا انقطع الدم ولم تستطع ان تغتسل قبل اذان الفجر، يعني انقطع الدم بالليل وخلاص وتاكدت انقطع الدم، وبعدين هي بتجهز السحور، وبعدين هي دلوقتي اذن عليها وهي نويه الصيام واذن عليها اذان الفجر، تصوم وتغتسل بعد اذان الفجر عادي. ولا حرج عليه، وصيامها صحيح، والله تبارك وتعالى اعلم وادرى. ونعم بالله شرفتنا النهارده. الله يخليك يا استاذ محمد، ربنا يبارك فيكم. رمضان اهلا مرحبا رمضان، الذكر فيك يطيب والقرآن، رمضان